يقال فلان رخي البال أي موفور العيش وهادئ النفس والخاطر. فالاحتقان النفسي والقلق وتغليب الظنون السلبية على الظنون الإيجابية كلها عوامل مزاحمة لراحة البال، حيث إن راحة البال لا يذوقها امرؤ ذم غيره لينال المدح دونه، ولا امرؤ خفض شأن غيره ليعلو شأنه، ولا امرؤ أطفأ نور غيره ليسطع نوره، ولا امرؤ صعد على أكتاف الآخرين ليقطف الثمرة له دونهم. ولن يذوق راحة البال من لم يتصالح مع نفسه ومع الناس ويصفر صراعاته معهم. لن يذوق راحة البال من لم يكن كما هو بلا تكلف، ومن لبس لبوسا ليس لبوسه، ومن مشى مشية ليست مشيته. فلا راحة بال لحاسد، ولا راحة بال لنمام، ولا راحة بال لقلب ملئ بالضغائن، وإنما يمنح الله راحة البال لمن كان مخموم القلب. أتدرون من هو مخموم القلب؟ إنه التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. إن راحة البال لنعمة كبرى، فهي لا تشترى بالمال ولا تفتقد بالفقر، لأنها إحساس قلبي وشعور عاطفي. فقد ينال راحة البال فقير يبيت على حصير، ويفتقدها غني يتكئ على الأرائك ويفترش الحرير.